يوم الجمعة اللي فاتت كان في اعتداء حصل على أحد أعضاء حزب الدستور من قبل جماعة الإخوان المسلمين، تم تسليمه لقسم الرمل تقريبا كان ده الصبح، وتوجه مجموعة من المحامين لقسم الرمل عشان يعني ده دورهم الطبيعي، فما كان من ضباط الداخلية ضباط قسم الرمل إلا إنهم اعتدوا على المحامين. إحنا كنا موجودين فين في الوقت دوت؟ إحنا كنا موجودين في المنشية، لأن الشباب اللي اتمسكوا من حزب الدستور تم ترحيلهم للنيابة، ورحنا نتضامن معاهم. الساعة 11 ونص كان في ازدياد في عدد عربيات الشرطة اللي حوالين القسم، وجود مكثف من المدرعات، ومع وجود او مع وصول مدير امن اسكندريه، ما اعرفش اسمه ايه، امين عز الدين ولا امير عز الدين ولا ايا كان، يعني هذا الشخص اسمه ايه، يعني المهم صفته مدير امن اسكندريه، يعني اول لما وصل معاه تقريبا جحافل من الامن المركزي ومن المخبرين، واحنا لغايه الوقت دوت احنا مش متخيلين ان في اي حاجه هتحصل، ولكن فجاه لقينا ناس المخبرين بيجوا ورا كل اللي كانوا واقفين، اللي كانوا تقريبا ما يكملوش ساعتها 20 متظاهر، فيهم محامين وفيهم صحفيين وفيهم، وكانوا نسبتهم الاكبر اصلا كانوا بنات، يعني كان وجودهم لا يشكل اي تهديد بنسبة حتى 1% يعني للكشك اللي قدام القسم، مش للقسم حتى، للكشك بتاع الامن الحراسة ده الصغير اللي قدام القسم. المخبرين جروا ورانا، كنت انا ورانو مراتي والرفيقة في الشركة السورية، طلعوا جروا ورانا لغاية تقريبا البنزينة اللي هي على بعد 50 متر مثلا، او يعني ما اقدرش اقول الحسابات قد ايه بالظبط، بس يعني على بعد شارع، مش ما هياش ولا بعيده قوي ولا هي قريبه قوي، لكن هي على بعد شارع من البنزينه. جري ورانا، كانوا عايزين يمسكونا احنا الاثنين، كعبلونا، فما كان مني غير ان انا حضنطه، يعني اكيد مش هسيبها لهم، وهي وانا كمان بالنسبه لها مش هتسيبني ان انا اتاخد بالسهوله دي. فما كان منهم اللي هم نزلوا ضرب فينا احنا الاثنين، عدد يعني كبير جدا من المخبرين، منهم مخبر يعني كان مطلع الطرنجه بتاعته كفرد شملول يعني وكذكر على البني ادمين، هو طلع الطرنجه بتاعته بالرغم ان هو يعني استخدم القطره، هو ما كانش لوحده، ما كانش موجود لوحده، مثلا انا كنت موجود لوحدي او احنا كنا قليلين هم قليلين، لا انتوا استنيتوا الداخليه استنت خالص لغايه لما العدد بقى بتاعكم بيقدر بالالاف من يعني اكتر من 1000 واحد، اكتر من 1000 عسكري مخبر وظباط، انتوا لميتوا كل ظباط ومخبرين اسكندريه طبعا عشان تقبضوا على 20 واحد عشان انتوا يعني تذكروا. ومن ضمن الذكوره اللي عند الداخليه ان هي قامت بضربنا احنا الاثنين، وكلها طبعا سب وقذف وشتيمه من نوعيه الداخليه دول اسياد الشعب والصوره دي عند كذا وكذا وكذا، يعني احنا عارفين الفاظ الداخليه مش محتاجه ان انا اشرح الفاظهم عامله ازاي، لكن في الاخر خلاص في ناس حاولت طبعا تحامي علينا، ناس من الاهالي، اهالي المنطقه ممكن ناس تنزل تسالهم، حاولت انها تمنع من يتقبل عليا انا او يحصل اعتداء على رموء، ولكن المخبرين كانوا مصرين ان هم هياخدوني، يعني هياخدوني وفكوني طبعا منها، وتم ضربي بقى من ناحيه من اول البنزينه لغايه باب القسم، على باب القسم بقى انا كنت وقعت، يعني كانت القدره بقى ما عادتش زي زمان، يعني قدره التحمل مش زي الاول، فوقعت يا دوبك وقعت انا لقيت برضه بيكملوا ضرب، وبقى الباقي بقى من اول باب القسم لغايه الزنزانه تقريبا سحل مشدود من شعري من ايدي من مش عارف. الداخليه ممكن تكون متوقعه انها بتكسر الناس بهذا الشكل، سواء بالضرب او بالسحل، او ان احنا هنخاف نقول ان احنا ضربنا او سحلنا، او هنجري بقى نعيط ونقول الحقنا يا طب شرعي، واحنا عارفين ان القانون في بلدنا ما بيجيبش نتيجه، لكن احنا مش بنخاف ولا بنتكسر ولا ضحكتنا بتروح،
ولا بيفرق معانا اي حاجه ان انتوا بتعملوها. يعني لو كان ده جربتوه قبل كده، قبل 25 يناير، بصفه شخصيه مثلا مرات كتير، وده ما اداش في الاخر خالص، مثلا ان انا اقعد في البيت او حد اعرفه يكون قاعد في البيت، او ان انا نبقى اصحاب ونسلم على بعض والكلام اللي نقوله نخاف او نقلل في كلامنا او نقلل في وقفتنا مع ما نراه حق. مش هقول ان احنا شايفين ده حق مطلق، وانا هقول ان انا صح والحق انا كده كداب، انا شايف اللي انا بعمله ده هو حق وخير.